من يومين بالتحديد احتفلنا هنا بذكرى ميلاد الراحل العظيم الفنان الكبير سمير غانم. النهارده هو ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، صاحبة الحضور القوي والمشوار الفني المميز اللي قدرت من خلاله توصل لقلوب جمهورها ومحبيها. خلينا نشوف تقرير بنرصد من خلاله أهم محطات الفنانة دلال عبد العزيز. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز التي استطاعت أن تحظى بحب كبير من قبل الجماهير، وتمكنت بخفة ظلها وأدوارها المتميزة خلال مشوارها الفني من الوصول إلى قلوب جمهورها واكتساب محبتهم، حتى أصبحت واحدة من فنانات الزمن الجميل الذين سطروا تاريخاً حافلاً بالأعمال الخالدة. ولدت الفنانة دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس الزراعة بجامعة الزقازيق، وكانت تعشق التمثيل منذ أن كانت طفلة، حتى اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها في مسلسل بنت الأيام الذي يعد بداية المشوار الفني وأول ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، وكان إنتاج عام 1977 ومن بطولة الفنانة كريمة مختار وشيرين. وحظيت الفنانة دلال عبد العزيز بظهور لافت على خشبة المسرح وتمكنت من جذب الأنظار إليها، وكان أول من قدمها على خشبة المسرح هو الفنان الراحل جورج سيدهم، وأول مسرحية تشارك بها هي أهلاً يا دكتور مع ثلاثي أضواء المسرح عام 1980. وفي الجانب السينمائي حققت الفنانة دلال عبد العزيز نجاحاً كبيراً بظهورها، وكان من أبرز الأفلام التي شاركت فيها حدبادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، ويا رب ولد. وظهرت الفنانة دلال عبد العزيز في عدة أعمال تم عرضها بعد وفاتها كانت قد شاركت بهم ولكن فرقت الحياة قبل عرضهم، وأبرز تلك الأعمال فيلم تسليم أهالي وفيلم فرق خبرة. بدأت قصة حب كبيرة بين الفنانة دلال عبد العزيز وبين الفنان الراحل سمير غانم، وكانت مسرحية أهلاً يا دكتور هي السبب في معرفتها بحبيب عمرها الذي تزوجته عام 1984، وأنجبا ابنتين. أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا عام 2021، وهو نفس العام الذي أصيب فيه زوجها الفنان سمير غانم بنفس الفيروس، حتى توفي يوم 20 مايو 2021، ولم تعرف بخبر وفاته حتى فارقت الحياة ورحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريباً، ودفنت بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم.